أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن مصر توقفت نحو 50 عاما دون تفكير مستقبلي، بينما نما حجم الدولة بقوة دون زيادة في الموارد أو التنمية. وشدد السيد الرئيس إلى أن ذلك يدفعنا إلى المضي بقوة في المشروعات لتعويض تأخرنا، داعيا إلى زيادة الإنتاج في كافة المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتي. شوفوا، في بلدنا توقفت، وأنا بقولش كده يعني قدح في أي حد، والله العظيم والله العظيم توقفت 50 سنة ما تفكرش ولا تكبر، والبلد كبرت قوي ومصر كبرت قوي كحجم، لكن قدراتها ومواردها ما زادتش زيها. فأنت غصب عنك وغصب عننا مش هينفع معدلات العمل بتاعتنا تبقى متسارعة، لازم تبقى قافزة تجري وتنط تجري. هو كده، لان طب هنمشي بالراحه مش هينفع، لان احنا بالفعل متاخرين، بالفعل متاخرين كتير، بالفعل متاخرين كتير. فارجع تاني للموضوع النهارده، طبعا بوجه الشكر لكل اللي ساهم في هذه المشروعات وخاصه القطاع الخاص، وبقول له مرحب بيك دائما، وحقوقك محفوظه وفكرك وإدارتك مقدرة، لأن احنا محتاجينها.